حضرات المحلفين الكرماء، حضرات الحكماء الأعزاء، ويا أيها الحاضرون السعداء، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البارئ المصور الخلاق، الوهاب الفتاح الرزاق، المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق، وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وفضله على كافة المخلوقين الإطلاق حتى فاق جميع البرايا في الأفاق، وعلى آله الكرام الموصوفين بكثرة الإنفاق، وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاق. أما بعد، كنت بين يديكم أريد أن أخطب خطبة وجيزة تحت الموضوع أهمية اللغة العربية في عصر العوالمة. أيها الحاضرون، جعل عصر العوالمة مفتوحة بين الدول في العالم في مجال المعاملة السياسية والاقتصادية والحضارية والتكنولوجية والعلوم والمعارف، فأصبحت هذه الدوافي كلها التحديات بالنسبة لنا كبعض السكان العالم. فلذا السعي لترقية نوعية الفرد شيء لا نرد على الإطلاق لأجل سهولة المعاملة المقصودة، فلا شيء هم لذلك إلا سيطرة على لغات العالم التي هي الوسيلة للتعامل فيما بيننا. واللغة العربية هي إحدى لغات العالم المهمة لدينا. في عصر الحاضر لا ترى هذه اللغة إلا جهة، لأن فيها ميزة كثيرة. لقد اشتركت اللغة العربية في تقدم العلوم والمعارف كالثقافية والتكنولوجية والحاسوبية والفلسفة والتنجيمية وغير ذلك، وعونت اللغة العربية ليجول حقيقة الأصلية من العلوم والمعارف. الحفظ الكريم، بجانب ذلك هناك ميزة أخرى، فليست اللغة العربية لغة علوما ومعرفة حسب، بل هي لغة الدين أو لغة تعاليم الإسلام، ومصدر تعاليم الإسلام مكتوب باللغة العربية، وهذه تدل على أن اللغة العربية لغة دينية المرتبطة بتعاليم ديننا. أيها الحاضرون الكرام، هيا نقتدي كما كان في عهد رسول الله. اهتم الرسول بتربية أصحاب الأماجد بتعاليم الإسلام بقيمة الثمينة، ليكونوا أجيالا أقوياء وخير مطبوعين على حميد الخصال، وألا ينسوا الجوانب الروحية ولا ينغمسوا في الجوانب المادية. وقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعا إسلاميا والمسلمين في المدينة الذي يربطهم روح الأخوة الإسلامية باتحاد وحدة الاتصالية باللغة العربية. أيها المستمعون المحبوبون، شاهدنا واقع العالم الإسلامي وواقع الشعوب، وشاهدنا اليوم اشتجم الشعوب بالصعوبات والمشكلة التي يواجهها من الكوارث والفقر وسيادة السالبة ونظام التعليم المحدود ونقصان من الأمل التي لابد تحليلها في وقت قصير. وما زلنا اليوم نواجه المشكلة التي تعترض سبيل النجاح التنمية في شعوبنا، والتي تعم كثيرا من الدول في العالم كمثل الدول في شرق الأوساط. هم يتطورون في حالة القصوى حتى الآن، أليس كذلك أيها الحاضرون؟ الحفظ الكريم، فليس الإسلام دينية عبودة بحسب، بل حضر الإسلام ثقافية الذي يحتمل حضارية لتغيير ولتحسين حالة الإنسانية. وبهذا وجد في الإسلام اللغة لوصل الاتصالية بين الدول والشعوب في العالم الذي تتحد فرق الشعوب من عصر الجاهلية إلى عصر الحاضرة. ولو خلق الإنسان شعوبا وقبائل، ولكن لا بد علينا أن نعتمد على هو بالمساواة اللغة الاتحادية، فأصبحت هذه اللغة لغة دولية ولغة اتحادية. فلذلك
الشعوب في العالم مطالبون في إنجاح تلك المحاولات وإقامة عمل تنفع الجميع مثل إلقاء الرسالات إلى المواطنين وغرس الوعي لديهم ولا بد لهم أن يشتركوا في خدمة اجتماعية نحو تقدم الدول الإسلام ويقوموا بأي عمل نافع لأن كل إنسان في هذه الحياة قادر إلى حد الإمكان على أن يصنع حياته. أيها المستمعون الكرام، على مسؤوليتنا إعداد أنفسنا استعدادا كاملا لمواجهة منافسة الدول ويجعل دول الإسلام أمة متقدمة في العالم، ولمسائل الموجودة إعداد التلاميذ لهم وعي في تقدم بلادهم ودينهم هم أجل المتفوقون، ولإعدادهم لا بد على عامة المدارس تهيئ الجو المناسب في التعليم لها الموارد البشرية الجيدة من الأساتذة والمنسوبين عليها، ولا بد على المدارس أيضا وسائل التعليم التقليدية أو المعاصرة المحتاجة للطلاب. الحفظ الكريم وشبان المسلمين، لا تعتقدوا أن هناك من منح التفوق من غير جهد أو تحصيل النتيجة من غير مشقة وقلب التراب ذهبا بعصا سحرية. انتبهوا أيها الشبان، كل من سار في طريق العمل شعر بنوع من المشكلة، ولكن نجح منهما من شعر في نفسه مصباحا يضيء له الطريق ويشجعه على السير. اكتفيت هنا كلامي، عفوت منكم من الخطايا واشكركم على اهتمامكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.